رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي استاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار رياضه. مساء الخير على حضرتك، واكيد منورنا في قناه النادي الاهلي وفي برنامج كلام في الميديا. اهلا وسهلا استاذ شيما، بالتاكيد منور بوجودكم وشنتري منور الشاشه، وبالتاكيد جماهير الاهلي كلهم في يعني بنبقى سعداء بيهم ونلتقي بيهم بالتاكيد. يعني في البدايه طبعا عايزين نتكلم عن لقاء النادي الاهلي الاخير في دوري ابطال افريقيا في المجموعه طبعا الرابعه، في ثاني جولات النادي الاهلي اللي كانت قصاد شبيبه الثوره الجزائري، اللقاء اللي اتلعب في الجزائر وانتهى بالتعادل الايجابي 1-1. شفت اللقاء ده ازاي؟ والله هو قبل ما يبدا اللقاء كان لازم نتوقع انه اداء مش هيكون يعني عشان خاطر جماهير الاهلي مخضوضه قوي ان الاداء ما عجبهاش في المباراه، كان لازم نتوقع ان الاداء مش هيبقى بالطفره اللي احنا شفناها او كان كويس في امام فيتا كلوب شويه، لكن كان متوقع. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن فريق جزائري دي نمره واحد، جمهور يعني بيحفز فريقه على طول الخط، نمره اثنين، والحاجه المهمه جدا ان ارضيه الملعب يعني صناعي، فشيء طبيعي انه اداء الاهلي هيختلف تماما عن الاداء اللي بيشوفه في المباراه العاديه. كان يجب ان نتوقع انه الاداء مش هيكون على المستوى المطلوب، ورغم ذلك الشوط الاول كان ممكن جدا الاهلي يخلص المباراه، كان عنده في سيطره، كان في فرص، كان في تحركات كويسه. الشوط الثاني كان من اعتقد ان هو من الاشواط السيئه اللي قدمها الاهلي، ومع ذلك في بطوله افريقيا او في دور المجموعات على وجه التحديد النتيجه لا تهم، اللي يهم النقاط، يعني بمعنى اصح النقاط هي الاهم، لازم النقاط اهم. التاهل للمجموعه او الدور التالي هو طبعا بالتاكيد المهم ان انت اولا تتاهلي لدور الثمانيه، دي نمره واحد، يبقى تاخد اكبر عدد من النقاط تتاهلي في دور المجموعات. الفوز على الارض والتعادل بره يكفي، يبقى كويس جدا جدا، وده اللي حققه الاهلي. يعني حقق الهدف المطلوب بنسبه 80%. احنا كجمهور يمكن كمان النادي الاهلي دلوقتي متصدر مجموعته بعد ما انتهت الجوله الثانيه من المجموعه الرابعه، فالنادي الاهلي هو المتصدر المجموعه باربع نقاط، ودي الحاجه المهمه الثانيه، ان احنا البدايه للاهلي هذا الموسم في دور المجموعات تختلف عن البدايات في اكثر من موسم مضى. صحيح، ان الاهلي كان الاول يا اما بيتعادل ويفقد نقاط على ارضه او يلقى هزيمه او يجمع ياخد من المباراتين الاولين نقطه واحده زي ما حصل في النسخه الاخيره، لكن المره دي بياخد 4 نقاط من اول مباراتين، فالبدايه جيده جدا ومبشره اذا ما وضعنا في الاعتبار الظروف الصعبه جدا كمان اللي بيمر بها الاهلي على مدار الشهرين الاخر من يوم ما فقد لقب دوري الابطال التاليه طبعا الاخيره، البطوله العربيه، وبعدين البطوله العربيه، وبعدين اهتزاز المستوى في الدوري المصري، في الدوري، وبعدين العدد الكم الهائل من الاصابات. صحيح. كل ده يخلينا نقول ان النتيجه مرضيه للغايه، والنقطه من فريق جزائري على ارضه نقطة كويسة جدا جدا. صحيح، ويمكن دي كانت من أهم تصريحات مارتين لوسارتي اللي قال إن النتيجة عادلة بالنسبة له ومرضية جدا بالنسبة له. قال كمان إن هو كان محطوط في ظروف صعبة، وهي طبعا كمان إن النادي الأهلي بيلعب من غير مهاجم صريح أو من غير رأس حربة، وده أكيد بسبب الإصابات الكتير جدا اللي عندنا، صلاح محسن، مروان محسن، وكمان وليد أزارو. فقال يعني من تصريحاته إن النتيجة دي بتعد نتيجة طيبة في ظل الظروف اللي بيعاني فيها النادي الأهلي في الفترة الحاليه. لكن لو سالت حضرتك عن طريقه اداره مارتين لوسارتي للقاء ده في ظل الغيابات وايجاده للبدائل، شفتها ازاي؟ يعني هو بيعمل نوع من انواع التوفيق والتبديل، لان هو ما فيش بدائل قدامه، يعني ما عندوش بدائل موجوده. اغلب اللاعبين لا اما عائد من اصابه زي جونيور اجاي، لا اما حالته خايف على رجله او خايف كده. احنا كلنا كنا وليد سليمان بيشارك وخايفين عليه من الاصابه، يعني انا قبل المباراه كنت متوقع يعني حاطط ايدي على قلب ان وليد سليمان يصاب. ليه؟ لان هو من المعروف عنه ان هو ما بيلعب على ارضيه ترتان بيبقى فيه تاثير على ركبته، فده
كان من احد المخاوف الموجوده. نصرتي استطاع ان هو حسب الامكانيات الموجوده المتاحه عنده، ما عندوش خط نص، هشام محمد وحسام عاشور كله مصاب، فرمضان صبحي كويس ان هو عمل جهد وعمل وكان بيسحب الفريق شويه، وليس سليمان على قدر الفتره اللي قضاها رغم ان هو من الممكن يكون كان بيعاني اثناء الشوط الثاني من الاصابه شويه او من الارضيه شويه من صلابه الارض. ومع ذلك نقدر نقول ان الاهلي حقق المطلوب زي ما بيقول نصرتي، وانا شايف ان الراجل لسه ما زال في مرحله التعرف على اللاعبين، بمعنى اصح ان هو ما عندوش القوام الاساسي ولا التشكيله الاساسيه اللي يقدر يعتمد عليها، ده هو بيدوبك بيحاول بقدر الامكان ان هو يعمل شويه تبديل وتوفيق زي ما قلنا عشان يمشي الامور وياخد مباراه بدون ان يخسر خساره كبيره او يخسر نقاط او كلام من ده، فباقل الخسائر قدر يخرج انه خسر نقطتين لكنه في نفس الوقت. يعني حضرتك شايف ازاي الانتقادات اللي بتوجه لنصرتي في الوقت الحالي؟ لا ده هو مجنون اللي وجه له انتقادات. الراجل النهارده بيلعب ثلاث مباريات، في مباراه في الدوري ومباراتين في دوري ابطال افريقيا، ما ينفعش ان احنا نوجه انتقادات. اي حد بيقول انه مدرب جديد يعني ثلاث اربع خمس مباريات عشان خاطر تعرف، وبعدين هو النهارده مش جاي على فرقه جاهزه، في مدربين بيروحوا على فرقه جاهزه وعناصرها مكتمله، ما عندهاش غيابات، ما عندهاش اصابات، ما عندهاش كده، فيبقى شايف الفرقه مره واثنين وثلاثه. لكن ده نعتقد ان هم لو اداره الاهلي او اداره الكره في الاهلي جابت له شرايط المباراه هيلقى كل مباراه في تشكيله مختلفه عن الثانيه، يعني ممكن يلقى تسجيل لمباراه في مروان محسن وبعديها باربع خمس مباريات في صلاح محسن اللي ورا وهكذا. فمعنى ذلك الراجل ما حطش ايده على اي نوع من انواع التشكيله الثابته، ومع ذلك بيحاول بقدر الامكان في ضيق الوقت ان هو يقدر يلملم التشكيله اللي عنده ويقدر ياخد بها المباريات. صحيح. طيب لو اتكلمنا عن الكبوات اللي عدى بيها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، يعني خساره دوري ابطال افريقيا، البطوله العربيه، الاهتزاز في المستوى في الدوري المصري، وكل اللي حصل ده كان سببه هو سبب واحد بس، والاصابات طبعا بتؤدي لغياب اهم العمائد والمراكز يعني الاساسيه جوه النادي الاهلي. شايف الاصابات دي سببها ايه؟ طبعا لم يحدث، مش عايز اقول لاي فريق مصري انه يتعرض لهذا الكم الرهيب من الاصابات المتتاليه، لم يحدث باي حال من الاحوال. انا شايف انه الاصابات في حد ذاتها اهم عناصر فقدان الاهلي للقب بطوله دوري ابطال افريقيا، دي نمره واحد، واهتزاز نتائجه فيما بعد. ان النهارده لما يكون عندك من 9 ل 10 ل 11 لاعب مصاب ومن العناصر الأساسية، والفترة اللي بياخدها كل لاعب عشان يرجع شهرين على الأقل، ده أهم عنصر من عناصر الاهتزاز في النتائج. وعشان كده أولا أي فريق في الدنيا ما بياخدش بطولات على طول، ما بياخدش بطولات، مفيش، كل حتى برشلونه نفسه بيجي له فتره سنه وسنتين وثلاثه ممكن ياخدش بطوله الدوري او ما ياخدش بطوله اوروبا او كذا. بس المشكله ان جماهير النادي الاهلي مش قادره تتقبل ده ابدا. لا هو طبعا الجمهور يعني يمكن النادي الاهلي دايما كان معودهم على الفوز، فبقى يعني اصبح ان هو ده حق مكتسب. لا هو حق مكتسب بالنسبه لللقب المفضل اللي هو بطوله الدوري. احنا كجمهور أو كجمهور الأهلي بصفة خاصة عنده لقب الدوري، ده بطولة مفضلة ولا يمكن التنازل عنها، لكن بطولات الأفريقية والبطولات العربية نادرا ما بتغيب عننا بطولة الدوري دي نادرا ما تغيب، لأنه أنت اللقب المفضل للجماهير هو بطولة الدوري. أكيد. لكن بطولة أفريقيا أنت بتلعبي 54 فريق في أفريقيا. صحيح. يعني كمان وصولك للنهائي وتوصل للنهائي سنتين ورا بعضيهم معناها أن أنت جدير بالمكانة اللي موجود فيها، فمعنى ذلك انت مش سيء، انت مش سيء ولا حاجه، لا الظروف هي ممكن جدا تخسرك بطوله وممكن تخليك تفقد لقب، لكن مش معنى ذلك ان انت فريق سيء او كده. والنتائج النهارده مش كويسه، الخروج من البطولات في بطولتين متتاليتين ولا حاجه ده امر خارج عن الاراده، عادي جدا جدا، على الجماهير ان تصبر وان تصبر اكثر واكثر على
العناصر الجديده اللي منضمه للاهلي، بمعنى صح فتره انتقالات شتويه مش كل لاعب جاي النهارده مع عصا سحريه هينزل يجيب جوان للاهلي او هينزل يجيب انتصارات والاهلي يفوز 3-4 وكلام من ده، لا ده الوقت النهارده لما تكوني عامله 6 أو 7 صفقات عايزين يتاقلموا وينسجموا مع مين؟ مع عناصر بديله مش مع عناصر اساسيه، لسه لما ترجع للعناصر الاساسيه تنسجم معاهم يبقى احنا محتاجين وقت، على الجمهور انه ما يستعجلش، على الجمهور ان هو يراعي ان معامله الانسجام في كره القدم بتاخد وقت، على الجمهور ان يراعي ايضا ان المدرب من حقه انه ياخد وقت او الجهاز الفني من حقه انه ياخد وقت عشان يعمل الهارموني المنسجمه بين المجموعه كلها في المرحله اللي جايه. صحيح. طيب لو هنتكلم عن البطوله المفضله زي ما حضرتك بتقول النادي الاهلي هي الدوري المصري الممتاز، وطبعا اللي فاز بيه النادي الاهلي 40 مرة قبل كده، يمكن كمان يعني الفرق كلها في الدوري المصري ما فازتش بنص العدد ده من الالقاب اللي فاز بيها النادي الاهلي. لو هنتكلم عن الدوري، في ناس دلوقتي بتقول ان خلاص الدوري اتحسم، رايك ايه في الكلام ده؟ لا طبعا، هو احنا النهارده بنتكلم عن الدوري اتحسم، يعني لما نحب نقول الدوري اتحسم لازم نبص للنقاط والترتيب وفارق النقاط بين الاول وبين الاهلي. صحيح. اللي هو صاحب الايه المقارنه او حامل اللقب. لو شفنا الفارق في النقاط بين الاهلي والزمالك هنلقى ان الفارق هيبقى فيه 9 نقاط. 9 نقاط دول مع الاعتبار انه في مواجهتين. الدور الاول لسه اولا خلينا نتكلم في الدور الاول. صحيح. الدور الاول لسه ما خلصش. الاهلي لاعب النهارده 14 مباراه من 18، باقي 4 مباريات في الدور الاول للاهلي، ثم الدور الثاني بالكامل. ثم الدور الثاني فلسه بدري جدا. دي نمره واحد. نمره اثنين، في مواجهتين بين الاهلي والزمالك ب6 نقاط. صحيح. الاهلي والزمالك مش الاثنين اللي في المنافسه، لا ده في فرق صغيره النهارده بتعمل مفاجات وبتعمل اداء كويس جدا وبتعمل نتائج كويسه جدا. التعادل في اي مباراه من المباريات بيفقد لاي فريق نقطتين. صحيح. يعني فاكيد مطالب مننا دلوقتي ان احنا ما نشوفش غير الفوز في اللقاءات اللي جايه كلها. ده هو ده اللي هو مفترض، ان الفرقه اللي عايزه تاخد اللقب لا تنظر الى نتائج الاخرين، تحقق الانتصارات اولا. صحيح. ويما نوصل للمنافسه او لما نوصل للمقدمه يبقى في الحاله دي نبدا نخش عمليه حسابات ونشوف القصه هتمشي ازاي، لكن المنافسه في الملعب، ولسه نقدر نقول انه لن يتحدد بالشكل اللي انا شايفه، لن يتحدد بطل الدوري الا في اخر 5 أسابيع من المسابقه، يعني قبل اخر 5 أسابيع نقدر نقول لا ده فلان قرب، الفرقه دي قربت، لا الفرقه دي بعدت خلاص. لكن لغايه ما يحصل الكلام ده معانا ما يقرب من 15 مباراه ممكن جدا تتقلب فيها الموازين والحكايات كلها. وما تنسيش ان الدور الثاني هيبقى اصعب كثيرا من الدور الاول، لان في فرق هتبقى معرضه للهبوط فهتبقى محتاجه ان هي تاخد نقطه واحده. أكيد. فهتخش قدام الاهلي وقدام الزمالك وقدام بيراميدز ايضا بشكل مختلف، هتخش عشان مستقتله، يعني هتقفل عشان خاطر تاخد النقطه باي طريقه. أكيد. ولو خدت نقطه من الاهلي او الزمالك او الفرقه الثالثه هيبقى خدت منه نقطتين، ضيعت عليه نقطتين، فاذا الفارق يضيق فورا وبسرعه. فاحنا نترقب سخونة في الدور الثاني منتظرة بالتأكيد. طيب نرجع مرة تانية لمباراة أول امبارح والدوري أبطال أفريقيا، شفت بقى إزاي شبيبة الثورة الجزائر، شفت الفريق ده إزاي؟ يعني خلينا واضحين إن إحنا من أول لحظة في القرعة كنا متأكدين أن فريق شبيبة الثورة مش فريق سهل. لا أنا كنت شايف إنه فريق سهل. ليه؟ لانه اولا ليس له تاريخ في البطولات الافريقيه، ليست له خبرات في البطولات الافريقيه، ان هو يوصل لدوري ابطال افريقيا ده شيء وارد، ما فيش مشكله خالص، لكن مش هو الفريق البعبع اللي ممكن نخلي، يعني مش هو فيدا كلاب، مش هو سيمبا التنزاني اللي بيشارك على مدار اكتر من 20 نسخه في دوري الابطال. فهو كان ترتيبه وكان وضعه ان هو رابع الفرق الموجوده في المجموعه، فاذا لابد ان تاتي نتائجه سيئه. لكن المباريات ليها صعبه، واحنا قاعدين بنشوف فرق في الدوري المحلي بتبقى صاعده حديثا للدوري الممتاز وبتعمل نتائج كبيره مع فرق عريقه، فالمفاجات وارده. لكن انا كنت شايفه يعني
يعني لما شفنا المجموعه بتاعتنا شباب تستورى فريق صاعد حديثا ودخل حديثا لدوري ابطال افريقيا, فبالتالي اكيد هو في الحاله دي يعني في الحاله الحاليه ليه فهو فريق قوي, على عكس بقى ان احنا بنتكلم عن انديه اخرى بنتكلم عن تاريخها وعن فرق يمكن بقى لها 30 40 سنه او عن القاب بقى لها 30 سنه. ف يعني احنا بندور على الخبرات الافريقيه يعني يعني المحك الرئيسي للخبرات الافريقيه بتاع الفريق نفسه, لكن هو فريق ممكن يكون صاعد جديد وعنده طموح ان هو يعمل حاجه كويسه قدام بطل افريقيا, قدام الاهلي بطل افريقيا او بطل القرن, فيبقى هو داخل عنده طموح ان هو يثبت الوجود ويثبت الذات, فعنده يعني دوافع اكتر. صحيح. فممكن جدا يقدم اداء عالي رغم ان هو مش في امكانيات انه يقدم الاداء العالي ده. ومع ذلك احنا مثلا فريق الاثيوبي جيما اول مره او ثاني مره يلعب في دوري ابطال افريقيا, ومع ذلك قدم اداء كويس وخرج من صحيح. البطوله. صحيح. فمش الحماس مش هو كل شيء, وان هو جديد على البطوله فيبقى حظوظه قليله جدا, مش ممكن هيعمل مفاجاه ويوصل للدور قبل النهائي ولا كلام من ده, وده الشيء الطبيعي بتاعه. وانا بتوقع ان ترتيب هذه المجموعه سيظل كما هو اليوم في اخر جوله الخامسه, بمعنى صح الاهلي ان شاء الله باذن الله ومتصدر المجموعه, يليه فيتا كلوب ثم التنزاني واخيرا شبيبه الثوره الجزائري. يعني ممكن نحكم على المجموعه دي في ظل طبعا خبرات كل الفرق اللي فيها او الالقاب اللي تم تحقيقها قبل كده للفرق دي في دوري ابطال افريقيا. طبعا يعني احنا نقدر نقول ان الاهلي وفيتا كلوب هيكملوا وممكن يوصلوا للنص النهائي بسهوله, لان هما الفرقتين كويسين باعتبار ان الاهلي وصل للنهائي ولم يحالفه التوفيق في البطوله, وفيتا كلوب ايضا وصل للنهائي كاس الاتحاد الافريقي ولم يحالفه التوفيق, فممكن جدا الفريقين دول يكونوا موجودين في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب دلوقتي في خمس لعيبه وفي مكانين بس هم اللي فاضيين او اللي فاضلين للنادي الاهلي ان هو يسجلهم قبل يوم 30 يناير الحالي, وفي خمس لعيبه دلوقتي بيفاضل ما بينهم لاسارتي ان هو يقيد منهم اثنين, شايف مين الاقرب؟ والله انا شايف ان في ثلاثه مفترض الاثنين يكونوا من بين الثلاثه دول, يعني الخمسه على العين والراس ما فيش مشكله, والذي لم يقيد في افريقيا ما يزعلش لان في بطولات كثيره جدا وفي بطوله محليه بطوله دوري وبطوله كاس, لكن الثلاثه انا بعتقد انه صالح جمعه بات قيده ضروره رغم ما عليه من ملاحظات ورغم عدم انتظامه ورغم عدم امتثاله ورغم عدم التزامه, لكن هو مهم جدا في خط الوسط عشان يعوض غياب وليد سليمان اللي ممكن يغيب لمدة شهرين على الأقل. نمرة اتنين يليه مباشرة أحمد الشيخ لنفس السبب, عشان خاطر برضو أحمد الشيخ هو لعيب كويس وما نحكمش عليه في الفتره اللي لعبها وبعدين اصيب وابتعد. احنا لو احمد الشيخ خد مباريات ورا بعضيها هيدي اداء افضل, فاحمد الشيخ انا اعتقد لو ان هو مرشح رقم اثنين ان هو يكون في القائمه. الثلاثه عشان خاطر خط الدفاع يبقى مكتمل يبقى لازم يكون رامي ربيعه, ده اذا ما جاء التقرير الطبي يقول ان هو لا قدر الله جاهز 100% جاهز مليون في الميه, وانه غير قابل مثلا دي في علم الغيب طبعا لتعرض لاصابه او تجدد اصابه, ودي تتعرف ازاي ودي ما حدش يقدر يعرفها. صحيح. بس احيانا بيبقى في لاعب عنده اصابه من الممكن انا ما اعرفش حجم الاصابه ايه, ممكن تكون مزمنه او ممكن تكون بتروح وتيجي, فهو في الحاله دي هنضيع المكان. ممكن بيكون كمان في بعض الاوقات او بعض الاحيان بيكون في سوء توفيق او في سوء حظ, يعني بنشوف حسام عاشور بيجي له يعني حاجه في الانكل بينزل يجي له خبطه في الركبه او جزع في الركبه كده, نشوف رامي ربيعه يقعد كتير قوي مش موجود وغايب ينزل يتكسر ليه بيحصل كده, دي حاجات غريبه جدا. ياما ربيعه يعني تعافى من اصابته الاساسيه اصيب بكسر في الايد يعني حاجه غريبه جدا يعني وفي تمرين يعني مش في يعني مجرد وقع واتكسر وحط جبيره فما ينفعش يلعب بالجبيره, فده سوء الحظ اللي حضرتك بتقولي عليه. لكن في بعض اللاعبين ما تقدريش ان انت تحطيها اساسي يعني
خلاص يعني حسام عاشور يعني ادى كثيرا جدا واعطى الاهلي كثيرا جدا جدا، والاصابات وارده مع تقدم في السن، في الاصابات وارده مع والله يا استاذ محمد الاصابات دي مالهاش دعوه، بس يعني بنشوف لعيبه صغيرين يعني ما لحقوش يلعبوا نص ساعه وبينزلوا صابوا ويقعدوا سنه في البيت. يعني في ناس كثيره بتتكلم على قصه الاصابات وناس كثيره برضو وجهات نظر تحترم انه ممكن من الممكن يكون في حاجه غير بعيده عن الملاعب، معنى اصح يعني مش مجرد ملعب سيء او مجرد عنف في التدريب او مجرد احمال زايده او مجرد سوء تشخيص للطبيب، يعني الحاجات دي كلها في اسباب اخرى. واذا كان البعض بيتنظر بقصه الحسد وقصه الاعمال فبقول لك لا، ده الحسد موجود ومذكور ومذكور طبعا دينيا ما فيش اي مشكله خالص، والسحر موجود ومذكور، واخد بال حضرتك؟ يعني ما نستبعدش اي سبب من الاسباب دي كلها، لانه الساحر كافر وبيستعين، معلش يعني رأي ممكن يصدم البعض، ولكن الساحر كافر وبيستعين ايضا بالشيطان عشان ينفذ بعض الحاجات. بس احنا عارف يعني في فكر النادي الاهلي احنا يعني مش عايز اقول لك احنا لا نؤمن بالحاجات دي، بالتأكيد. لا طبعا، لكن عمرنا ما بنروح للحته دي ونتكلم فيها او نحط عليها يعني نعال عليها شماعه الاختلافات اللي بتحصل او حاجه. هو ان احنا بنقول هو قضاء احد وقدر الاسباب، في الاخر احد الاسباب قضاء وقدر من عند ربنا ممكن يكون يعني. موجود، انا بقول يعني ايه لما نقعد نقول من 1 لغايه 10، رقم 10 ممكن يكون ده السبب الاساسي. خلينا نروح لصفقات النادي الاهلي الجديده، يعني شايفها ازاي؟ شايف ايه افضل صفقه؟ شايف مين الصفقه اللي ممكن تاثر بوجودها على النادي الاهلي وتغير من المستوى الحالي او من الاداء الحالي؟ شوفي، هو اولا 7 صفقات للاهلي، ال7 صفقات كويسه جدا، تم اختيارهم بعنايه. صحيح. بعنايه فائقه، وان هم الى جانب صغر السن ممكن جدا يدوا ويبقى مؤثرين. انا من وجهه نظري ان احنا ما شفناش جيرالدو حتى الان، احنا صحيح. شفناه في نص ساعه بس، لكن ده صفقه مبشره ان هو من ممكن يكون مهاجم من طراز جيد جدا جدا. عندما يعود من الاصابه ممكن جدا يكون له تأثير. انا شايف برضو ان حمدي فتحي لاعب السابق لاعب مهم جدا. صحيح. ولاعب تكتيكي وممكن يعتمد عليه وممكن يكون له دور. طبعا بالتأكيد قبل الاثنين دول كان محمد محمود. يعني قبل الاثنين دول كان محمد محمود هو رقم 1 ان شاء الله يرجع بالسلامه، وطبعا نتمنى ليه ان شاء الله. طبعا بالتأكيد هو لاعب صغير السن وان شاء الله الاصابه يقدر انه يتعافى منها من الجراحه بسرعه. 5 شهور يعني مش بعيد قوي، الدوري لسه مستمر لغايه اغسطس القادم ولا بعد اغسطس كمان ممكن سبتمبر، فشيء طبيعي ممكن جدا يلحق ويلعب تاني في الدوري. فالثلاث صفقات دول انا بحطهم في المقدمه. حسين الشحات طبعا الضغوط شديده عليه، الضغوط شديده. حسين لغايه دلوقتي زي الراجل بيقول ايه، او الراي المثل الشعبي بيقول لك ايه، ما بينش كرامه. لا، هو كويس ولاعب كويس بس عايز يتاقلم. هو عشان يتاقلم هو راح، على فكره لما راح مع العين الاماراتي مش من اول يوم جاب اجوان ومن اول يوم عمل صلاه، لا قدر يلعب ماتش واثنين وثلاثه ينسجم. فلازم ينسجم. اولا هو جاي بحماس، والحماس ده بيولد ضغوط عليه هو شخصيا. صحيح. قبل ما يكون بيولد ضغوط على الجهاز التدريبي. فاحنا ما نستعجلش على حسين الشحات، وانا يعني بذكر في هذا الكلام ان هو قال تصريحات كويسه وطيبه جدا لاخبار الرياضه. قال يعني ارجوكم ما تستعجلوش وارحموني شويه من الاستعجال، اصبروا شويه ان شاء الله القادم افضل. يعني معنى ذلك هو واثق من نفسه وعنده استعداد ان هو يدي كتير جدا. فحسين الشحات عندما يعود او يرجع بالمستوى اللي ظهر بيه مع العين الاماراتي ومع مصر المقصه، بعد كده هيبقى من اهم الصفقات اللي عملها الأهلي. محمود وحيد ما شفناش، لكن احنا شفناه في المقاصه. بس ما تقدريش تحكمي على اي لاعب في نادي آخر الا يما يلعب مع الاهلي. صحيح. احنا ما شفناش وحيد. في لعيبه كتير جدا كانوا بيتالقوا مع انديتهم يجوا في النادي الاهلي ما بنشوفهمش بالمستوى المطلوب، بينطفي يعني. يا صبر الرحيل، ما احنا كنا شايفينه مع الزمالك ومع مصر المقاصه، وجه مع الاهلي ما عملش حاجه. مع احترامي الشديد، لكن ما اثبتش يعني قماشه الاهلي، او بمعنى صح فانيله الاهلي. من الممكن ان هي تكون عبء على لاعب ما عندوش القدره ان هو يحملها. ما هو ميدو جابر بيتالق
كتير جدا جدا مع المقاصه وبيكسر الدنيا، ومع الاهلي الجماهير غير لغايه دلوقتي مش شايفه منه الحاجه الكويسه. نفس الكلام ده اسلام محارب كان مع سموحه مكسر الدنيا، لكن مع الاهلي لسه. مناسبه سموحه واللعيبه اللي جايه من سموحه، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم مكسب طبعا لاي فريق، لان هو مدافع قوي. صحيح. عنده جرأه، عنده جرأة. يمكن يعني من أحسن المدافعين اللي موجودين في الدوري المصري، عنده عنده خبرة. وكمان لازم نتكلم إن في ندرة جد كبيرة جدا في المركز ده في الدوري المصري. وأنا أعتقد إن ياسر إبراهيم بوصوله لخط الدفاع الأهلي هيبقى عنصر من العناصر الأساسية في منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية اللي جاية، لأنه برضو إحنا إذا كنا بنعتمد على أحمد حجازي طبعا، عنده خبرات أفريقية مع المنتخب الأولمبي كمان. وعنده هيبقى ليه مكان في المنتخب الاول، لانه هو لاعب زي ما بقول لحضرتك جريء، وعنده قوه، وعنده استعداد ان هو يبذل جهد كبير جدا، فهيبقى مكسب للخط الدفاعي. اخيرا عايز اسالك عن لقاء يوم الخميس القادم، اللقاء المؤجل من اسبوع ال 11 من الدوري المصري الممتاز. اللقاء هيكون قصاد مصر المقاصه على ملعب برج العرب. اكيد ما هوش لقاء سهل، في ظل طبعا ان فريق مصر المقاصه ده فريق محترم جدا، واكيد بيقوده جهاز فني متميز للغايه. هو لقاء صعب، التوقيت بتاعه صعب، انه الاهلي بيلعب على ثلاث نقاط مش بيلعب على اي حاجه تانية في هذا التوقيت، فيبقى ده بيخلي صعوبه اللقاء. لكن اعتقد ان الاهلي في لقاءاته مع المقاصه بيبقى ليه زي ما بتقولي كده، يبقى الكعب عالي شويه، يعني كعب الاهلي عالي على بعض الفرق، فمهما يقابله ومهما يكون في افضل حالاته فكعب الاهلي ان شاء الله عالي، يقدر الاهلي يقدم مباراه كويسه، يقدر يحقق نتيجه كويسه. ومع ذلك لا نستهين بواحد زي جون انطوي وباولين فوافي لاعبي مصر المقاصه، لازم المدرب ومعاه محمد يوسف عندهم خط طبعا، يكون عندهم جدا. فكره كويسه جدا ويقدروا. وشمل سبيكلي ده الوافد الجديد، هو لاعب كويس في اي مكان بيروح يبقى لاعب كويس. صحيح. فلازم يبقى فيه في الحسابات ان الثلاثه دول هم مكمن الخطوره في مصر المقاصه. صح. فما عدا ذلك دفاعات مصر المقاصه عاديه جدا وبتستقبل اهداف كثيره، ما فيش اي مشكله، وخسر نقاط في بدايه الدوري، مش هو الفريق البعبع اللي يخلي واحد يبقى خايف من مباراه. ولكن يمكن نقول ان نقطه قوته في الهجوم، في خط هجومه. صحيح. بالتاكيد. استاذ محمد صادق رئيس تحرير اخبار الرياضه، نورتنا اكيد النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجود حضرتك معانا في قناه الميديا الاهلي. انا مدير تحرير اخبار الرياضه، ما تديناش في الاهلي عشان رئيس تحرير الاستاذ ايمن بدره وممكن يرفدني. مش انت بس اللي تروح زي انا كمان. شكرا جزيلا استاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. مشاهدين قناه النادي الاهلي بشكركم جدا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا.